بكم. من يقنع اليوم ابن علاء أبو فخر لماذا مات والده؟ من يمحو من رأس ابن علاء صورة والده الذي توفي أمام عينيه؟ من يهدئ من ألم وحرقة أطفال ثلاثة باتوا بلا أب؟ كل ذنبه أنه خرج مع الناس ليقول بدنا بلد، بدنا دولة، بدنا مستقبل ولادنا، بدنا هوا نظيف وبيئة صحية، بدنا نقدر نشتري الدواء ونفوت على المستشفى، بدنا نختير بهالبلد وما بقى بدنا ولادنا يهاجروا، بدنا نعيش بشوية كرامة. علاء أبو فخر شهيد ثورة شعب لم يعد لديه أي شيء يخسره إلا القليل من الأمل، عاد وبعث في النفوس، فرجاء لا تقتلوا هذا الأمل كما قتل علاء. مرحب معي في الاستوديو بضيفي الكاتب السياسي الاستاذ بشاره خير الله. اهلا وسهلا فيك استاذ بشاره. يعني للاسف انه وصلنا لهذا المشهد، الكل يمكن كان عم بيحذر منه بغض النظر عن ملابساته. مع الاسف كنا خايفين منه وعم نحذر منه وعم نقول ان شاء الله ما نوصل له، ويا رب يكون في وعي عند الطبقه السياسيه كلها سوا حتى ما نوصل للي واصلين له. هل هو اليوم اللي صار؟ وبيأسفني اقول لك انه انا بعد شايف الأسوأ. هذا مع الأسف يعني خايف، ما هو الواحد اللي صار عليك الهوى بحتم عليك وبحملك مسؤولية إنه ما تخوف الناس، ما تقول اللي بتعرفيه، وأحيانا اللي بتعرفيه ما بيكون ناتج عن معلومة. يعني وقت اللي بيقولوا اللي بتعرفيه بيقولوا شو عندك معلومات، لا مش هيك، بس أوقات في كالكول، يعني 1 بلس 1 إيجال 2، هودي ما بيحملوا زغل. طيب احيانا مسؤوليه مين يمنع هيدا التدهور؟ تكفي لك هالفكره ست ريمان تما ننفهم غلط. احيانا بتكوني شايفه الشغله، مش بالضروره تكون معلومه، يعني انت بتكوني عم تقولي انه هيدا الشيء مع هيدا الشيء بيوصل لهون، معروفه يعني، الا اذا التاريخ بده يتمرد على نفسه ويبطل يعيد نفسه، بس في اشياء، في طريق بتوصل لهون. يعني وقت اللي منحذر ومنقول رايحين على الأسوأ بيقولوا بدنا بتعرف زي ما بعرف، اذا التاريخ عم بقول لك عم شوف شايف الشغله قدامي، لانه التجارب علمتنا الشيبه ما بتروح دعان، الشيبه هي بتعلم الناس مره بعد مره بعد مره كيف ما بفوتوا بالحيط. فاذا وصلنا لهون، نعم صار في تعنت بالسلطة أدى إلى ما أدى إليه. كنت عم تقولي بمقدمتك شو بدنا نقول لابن علاء، أنا بدي أقول له أكيد ما حدا كان بيتمنى، يعني في ناس بتتمنى الشهادة، أنا ولا بتمنى الشهادة ولا بتمنى. أنا اليوم سألني ابني هيدا السؤال، أنا بدي أقول له أنه بيك، قال لي ليه هيك صار، ما عرفت جواب. بيك علاء الثورة وبيك فخر الثورة وبيك ما قبل استشهاده ليس كما بعده برأيي أنا. يعني بعد استشهاد علاء لن يكون كما قبل الاستشهاد. شفنا مبارح شو صار، الناس تعبت كتير ريمان، تعبت. ومع الأسف بقلك أنا أنه أنا كنت متوقع دم وشايف دم وقدام عيني المشهد، وحزين أنه رح نوصل لهون مع الأسف. طب ليه بدنا نوصل؟ ليه بدنا نوصل؟ اليوم الحلو يعني هالقد صعب المطالب الناس بشوية كرامة شوية حقوق، هالقد مش صعبة أبداً، مش صعبة أبداً، بس بدك سلطة تعرف تتماشى مع الناس. أنا مش كل يوم بلاقي عمر كرامة يستقيل من بعد خطاب ساحة الشهداء، ومش كل يوم بلاقي سعد الحريري يسمع وجع. في ناس بتسمع وجع الناس، في ناس ما عندها رأيها غير هيك، يعني ما قصة هي مكونة تكوين بتكوينها انه خلص متمردة، كل شيء انا بعرفه صح وكل شيء انت بتعرفيه غلط، وحلي اذا فيك تحليه. هيدا الموضوع. طيب بس حتى يعني حتى الرئيس بعده لامبارح عم يدين للحوار، يعني ما بدنا نحط المسؤولية كلها بمحل واحد، في ضياع عم بيصير بالشارع، طلعوا يتحاوروا معه اليوم. في رئيس يعني عم قال لهم بدي اتحاور اليوم، ما ردوا عليه ولا طلعوا يتحاوروا معه اليوم. ما هيدي الثوره ما لها راس، ما عم يبدوا يتحاور. يعني اذا في 10 شباب قالوا تعالوا نحاور، بقوا عم بيقولوا لهم ما بتمثلونا. يعني هيدي مجموعه ناس انتفضت بعدهم ما عم بيصدقوا وما بدها تصدق السلطه. ما عم بحكي هون بس الرئيس، عم بحكي السلطه ككل، يعني باكج كاحزاب سياسيه كلهم سوا بعد. يعني
ثلاث ارباعهم تما نقول كلهم ما بدهم يصدقوا انه هودي الناس نزلوا من وجعهم، بعده في حدا بخبرك انه هاو السفرات بتحركهم، وحدا ثاني بخبرك ال 15,000 بتحركهم، وحدا بيقول لك ربطه الخبز عم بيجيبوا لهم اكل وعم يشترون باعشات يعني اخبار 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 لشيطنه الثوره لتهميشها يا عمي هودي لو ما جاعوا ما نزلوا. طيب بس كمان في سؤال بينسال، والباقي بتقولي لي في حدا له مصلحه فيها؟ اكيد كل شغله في حدا له مصلحه. رئيس الجمهوريه خلصت كلمته وكانت الناس نزلت كلها بالشارع، يعني هالقد يعني بدل كانه انه في شيء منظم، في شيء محضر قبل، في شيء متفق عليه بغض النظر عن محتوى هذه المقابله. هلا امبارح طلع من 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 رئاسه الجمهوريه توضيح ما خدم الفكره. يعني التوضيح اللي طلع يعني كان لو ما طلع يمكن كان بعد افضل، يعني قال الرئيس عون كلمته انا بعتقد كان لازم يكتفوا، ان كانت صح ان كانت غلط، فهموها صح فهموها غلط، انا فهمتها غير ما فهموها بالشارع اذا بدك، بس القصه مش هون، يعني نزلت الناس مش لانه قال يفلوا او ما يفلوا، يعني بتعرفي خبريه فليسكت وعد بلفور بالزمان؟ فليسكت وعد بلفور ايه بقى، بلشت المظاهره باولها انه فليسكت وعد بلفور، خلصوا باخر اخر شاب من ورا عم بردد فليسكت واحد من فوق، فاذا القصه ما قصه فهمه صح او فهمه غلط، القصه انه انا بتقديري خلص اخذت قراره بتقديري كانوا الناس ناطرين او متاملين، اقلهم متاملين تما نقول ناطرين، متاملين انه يطلع الرئيس عوني يقول لهم انا الليله من هيدا الهوا من هيدي الطله رح اقول لكم انه بكره الصبح او بعد بكره او بعد جمعه رح اعمل استشارات ملزمه لا نسمي رئيس حكومي مكلف تشكيل الحكومة نضيف من حكومة من المتخصصين التكنوكرات يلي هن أنا وصفتهم امبارح على الام تي في يلي بيسكروا تليفوناتهم برا ما يتلفن لزعيمه ياخد الرأي تبعه أو يتلفن له حدا يضغط عليه بمعنى وين بنلاقيهم هول؟ كان في وين بنلاقيهم هول؟ هلا بقول لك وين بنلاقيهم، كان في أمل عند الناس إنه يكون في حل، لما طلعت الحلقة خلصت الحلقة بلا حل، يعني بتكرار اللي صار قبل بجمعة وصار قبل بجمعة انه عم ندعيكم للحوار، واللي اذا ما فيكم بمعزل انا بعرف انه ما كان قصده يلي فهموه الشباب انه اذا مش عاجبه يفل لا مزبوط يعني هو ما كان قصده هيك، بس مش هيدي القصة، يعني اذا متخيلين انه هيدي هي اللي نزلت الناس فاذا خلينا على فليسكت واحد من فوق. طب انا بنسيت انه وقت الرئاسة الرئيس سليمان قال بأحد خطاباته فلنخرج من المعادلات الخشبية الجامدة، يعني عن إعلان بعبدة وعن كذا، دغري الجمهور اللي هلأ زعلان هو اللي طلع قال إنه هيدا الرئيس عم يصف المعادلة بالخشبية، يعني أول واللي ما قاله مثل هلأ، يعني نفس الشيء وقت فتكري إنه بصير في تفسيرين، بصير عطول في تفسيرين عطول في تفسيران وفليسكت وعد بالفور وفليسكت واحد من فوق، هيدي عطول قابلة انه تتكرر بوجوه مختلفة وبأشكال مختلفة وبولايات بس مختلفة. كمان ما قدم بس القصة يكون. مش هي القصة، برجع بقلك انه الناس خلص قعدت ساعة على التلفزيون مأملة او ناطرة او موعودة او عم تصلي انه يكون الحل موجود. امبارح رئيس الجمهورية، يعني فينا كمان نحكي عن أكثر من نقطة، حكى عن حكومة تكنو سياسة حكى لما قال إنه يفضل أن يكون موضوع النيابة ومن هو نايب ما بيكون وزير، يعني وبالتالي وكأنه قال إنه لا يفضل عودة الوزير بسير، يعني في قصص هيدي منيحة ما بقول لك أنا ماني حدا مسوي، بس ليش الناس هالقد سلبية كانت بالتعاطي ما شفت بعض النقاط الإيجابية اللي ممكن عليها؟ ناطرة الحل، الناس ما بدها تناقش، الناس اصلا اذا بدك للمنطق الثوره ما شغلتها تحاور حدا، الثوره هي مجموعه ناس، ثوره في ناس بسموها حراك في ناس بسموها انتفاضه، كل واحد بنقي للكلمه، انا بفضل كلمه انتفاضه، يعني الشباب حابين ثوره اكثر هن حرين، انا بقول هيدي انتفاضه، انتفضوا الناس من تحت رماد، مرمدين مثل بتعرفي طائر الفينيك مثل تحت رماد وانتفض، خلص انه حبلوا يعني بهذه بالعربي المسبرح، ما بقى يتحملوا ضغط، ما بقى يتحملوا، انفجروا احلى من كلمه حبلوا. بقى القصه هون هلا هيدول الناس ما شغلتهم يحاوروا، يعني المنتفض لكرامته اللي جاع وفقر وتعب وانكسر وشو بدي خبرك وسكر الدنيا بوجهه، هذا مين بده يفوضه عن كرمال شو هذا بقى شو؟ ان شاء الله فكرك على الاقل يصير في ان شاء الله فكرك انه حدا قال جد انه هيدول بده يعملوا وزراء، لا مطالب ما هيك
قصدي انا اقول انه هودي الناس اللي ثاروا لكرامتهم اللي انتفضوا لكرامتهم هودي اصلا مش مطلوب منهم لا يفاوضوا ولا يسمعوا ولا يحاوروا. هيدا نازل حامل ورقه عم بيقول انا بدي اعيش بكرامه. خلص انت يا سلطه، انت يا سلطه شغلتك تامني له العيش الكريمه، ما شغلته يطلع يفاوض. ليه بده يفاوض اصلا لو انه من جماعه الصالونات اللي بيفاوضوا ما نزل على الشارع. نزلت على الشارع هيدا ما عنده غير هالحل. هلا بتقولي لي كل المظاهر مقبوله؟ لا، انه في شيء مقبول وفي شيء مش مقبول بالشارع، بس هيدا الشارع ما فيك مش كل الناس تشبه بعضها يعني. طبعا طيب اليوم بعض اعتبر انه كمان في احزاب سياسيه ركبت هذا الحراك، هذه الانتفاضه، وكمان تتحمل جزء من المسؤوليه بالمظاهر اللي هدفها. يعني فيك تشرحي لي شو يعني، شو يعني كلمه ركبت؟ يعني اليوم هذا نزلت الناس رافضه وقعها، عظيم، انتفضت على هيدا الناس. في احزاب اصلا هي معارضه، عظيم، للعهد، ضد سياسه التيار الوطني الحر، عظيم، وضد رئيس الجمهوريه، عظيم، قالت على قد اجت فاستفادوا من هذه الانتفاضه، عظيم، ونزلوا بين الناس كمان. الحق على الناس، الحق على الناس اللي نزلوا، حق على الاحزاب. بسالك عن الاحزاب. لا 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 برضه نروق، لا من الناس اللي نزلت قال ما بدنا ولا حزب معنا. خلينا نروق اول شيء، هو الناس مش كل الناس، ولو ما كان في احزاب من بيناتهم كانوا بالقليله يمكن نصه. هذه بس تنكون عم نوصف بدقه. بس هالاحزاب اللي نزلوا باعلامهم، يعني انت شفتي شي واحد حامل علم حزب التقدم؟ باردون بس نعطي شغله حق، انت شفتي شي واحد حامل علم الحزب التقدمي الاشتراكي؟ شفتي حدا حامل علم الحزب القوات، حزب الكتائب؟ طب انا اليوم انتمي الى فريق سياسي وسطي، لقاء الجمهوريه، شفتيني انا حامل علم لقاء الجمهوريه ونازل هيس فيه؟ لا، انا لي حق اكون مزعوج من هالحياه العاطله الناتجه عن سياسات عاطله. طيب علاء ابو فخر شهيدنا، شهيد الثوره وشهيد لبنان، طيب هيدا الشاب شفتيه حامل علم هو بالحزب التقدم الاشتراكي 24 ايراد وبقلب الحزب وعنده بطاقه وعنده مسؤوليه وعنده كل شيء والحزب ونعاك شهيد للحزب؟ طب بس عمليا هو شي مره طلع له فيديوهات عم يحكي وكان بالمظاهرات شي مره كان حامل علم؟ طب هيدا انه اذا كان عنده بطاقه حزبيه بطل يجوع؟ يعني كانه عم نصدق ما قلت انه الاحزاب بتدفع معاشات للمناصرين تبعها او المحاسبين تبعها وبتعيشهم عيشي ترخاء على اساس انه هن يعني اعلى بنجمه عن غيرهم. على ابو فخر مثله مثل اي مواطن عادي، هيدا حزبي وهيدا مش حزبي، عندهم شيء مشترك هو الجوع، هو المعيشه العاطله، هو القرف من هيدي الحاله اللي وصلنا لها، حاله اقتصاديه مزعجه. قيادات الحزب هيك عم تفكر او عم تستغل هذا الموضوع لاضعاف العهد؟ حق اي حدا يعمل اللي بيريده تحت سقف الدستور والقانون. لا مش حقهم، لانه هن اولا مشاركين بالسلطه، حقهم الناس بتحسبهم، وهن من حقهم بيتحملوا مسؤوليه مثل هلا غيرهم. اذا التيار الوطني الحر يلي هو راس السلطه هلا قرر ينزل الشباب اللي معه يشاركوا بمظاهره، مين في له لا؟ ما هي المشكله عندنا هون الاحزاب عم يتظاهروا ضد حالهم. يا ستري ماي عم اقول لك حقهم يعملوا اللي بيريدوه تحت سقف القانون والدستور، وحق الثورة أو الانتفاضة تطهر نفسها بنفسها من هدول الناس، من المنتفعين، من المتسلطين، من المعربشين، شو بدك تسميهم حقها. بس بدي أقول لك شيء، أنا كشخص مشارك على الأرض، إذا كان العدد 100 وبيجي 10 معهم بطاقات حزبية وبصير عدد 110 أشخاص عم بحكي، فضل يكونوا 110 وما يكونوا 100، وال150 احلى من ال100 وال200 احلى من ال150، معه بطاقه ما معه بطاقه شو فرقنا معي؟ انا بهمني كب بطاقته برا قبل ما يفوت على ساحه الاعتصام، يكب علمه برا قبل ما يفوت على ساحه الاعتصام، وقت اللي بده يوصل على ساحه الاعتصام على الست ان او على اي شارع من الشوارع من طرابلس حتى كذا يكون حامل على لبناني فقط. لا غير، كيف بده يرفع شعار كلهم يعني كلهم؟ شو كيف بده يرفع شعار ويقتنع بهيدا الشعار كلهم يعني كلهم؟ لانه احزاب المسؤوله. هيدي فوضى، هيدي فوضى بتطهر حالها. ما في شيء. شو يعني كلهم يعني كلهم؟ انه هيدي كلمة من قالي بس انه معناتها شو كلهم يعني كلهم؟ سعد الحريري استقال، سعد الحريري استقال نص الشارع صار معه. شو كلهم يعني كلهم؟ وليد جنبلاط امبارح، وليد جنبلاط امبارح عمل وقفة شجاعة
وحكيمة ودرق الفتنة بالليل، نزل عشية على مسرح الجريمة ليقلن انه اوعى ونحن الجيش منحتكم له والجيش جيشنا والدولة دولتنا والقانون هو الفيصل. اخذ نص الشارع، ما تفتكري شو كلهم يعني كلهم امبارح؟ انت برايك، انت برايك بعد كل هالشهر اللي مرق بكل سلبياته وبكل هالصوره السوداء، لو طلع الرئيس ميشيل عون امبارح بحلقته وقال للناس انه انا ليلي بعلن انه على بكره الصبح بدي ادعي لاستشارات ملزمه نهار الخميس، وبيجوا لعندي النواب وبيسموا لي مين بدهم ليكلفوا لرئاسة مجلس وزراء، وبوعدكم انه بدي جيب 12 او 15 او 16 وزير، بدي يكونوا مجوزين 16 وزير من نخبة المجتمع، كل واحد ضمن اختصاصه ما يكونوا من النواب، وبدي اعطيهم صلاحيات مطلقة ما حدا يتدخل معهم، يعني بمعنى انه ياخذوا حريتهم ويمثلوا انظف شريحه من البشر ولا غبار عليهم. شو كان عمل بالشارع؟ هيدا الشارع ذاته اللي عم بيقول كلهم يعني كلهم، انا بجزم لك انه نص الشارع، نص الشارع بيصير معه. لا، انه الشغله ما في شيء، ما في شيء اسمه ثابت وغير متحرك، لا. السياسه اليوم كمان حكى الرئيس انه هو مقيد وقال ما عنده صلاحيات. كيف ما عنده صلاحيات؟ يعني في بعض الامور يعني مثلا لما حكى بموضوع القضاء وقال لهم انا سقفكم، ومع هيدا وكله في قضاة عم يلتجئوا لمراجع سياسيه اخرى واحزاب سياسيه اخرى، بهيك حال شو في يعمل الرئيس؟ انه شو مستنظر الرئيس يكون عنده اكثر من انه متحالف قبل استقاله الحكومه، متحالف مع تيار المستقبل، متحالف مع حزب الله اقوى قوه بالبلد، مش بالبلد، بالمنطقه يمكن عشوائي، متحالف مع حركه امل، يعني عنده حلف عريض عريض. الايراني سميه 74 نايب، عنده 11 وزير له خاص ناس له يعني هو بيسقط حكومه ساعه اللي بده، يعني صح. كان جبران باسيل قادر يسقط الحكومه قبل ما يستقيل سعد الحريري، عنده ثلثين الوزراء هو وحلفائه ثلثين الوزراء، يعني شو يعني قائد الجيش له، حاكم المصرف هو طيبات، شو يعني شو يعني مين ضده اصلا كان؟ يعني اذا بدك تقولي لي مين معارضه انه بتنحط بظهر القوات مثلا على الحل او القوات والاشتراكي، ماشي الحال، حتى سيروه لنص الطريق واكثر كانوا بعدهم عم بيقولوا لا نحن بدنا ندعم العهد وبندعم الرئيس، بالعكس يعني لا يعني اقوى من هيك شو مستنظرين حتى يقول ما عنده صلاحيات وما عنده قدره وعم بحاربه وما خلوني لا انه يعني ما حدا رح يصدق هالمقوله، معلش اسمحي لي. طيب امبارح لما نايب سابق وليد جنبلاط بيقول انه كان في نقاش انه كانوا طالبين منه، الزعيم وليد جنبلاط اثبت امبارح، كان امبارح اثبت قديش حكيم. انا بحييه لان امبارح هو اوقف الفتنه، لو ما نزل وليد جنبلاط على الارض أنا بقول ردة الفعل كانت لتكون سلبية للغاية، وما بعرف شفنا ردود فعل، ما بعرف شو كان صار. طيب امبارح قال بسياق الحديث اللي كان عم بيهدي فيه الشباب إنه كان في نقاش بينه وبين الحزبيين إنه الانضمام للحراك، وكان عم بيقول لهم طوروا بالكم، هل فينا نقول امبارح إنه كان قال هلا من يوم بطالع حزب التقدم الاشتراكي رسميا سينضم إلى أصلا حزب التقدم الاشتراكي بدون ما يقول وليد جنبلاط كان على الأرض، يعني أنا بعرفهم من ضمنهم، يعني علاء أبو فخر كان بيكون من ضمنهم، علاء هلا هو اذا اعلنها بشكل بيكون هو شخصيا بس انضم لانه كلهم على الارض وقلبهم هون. لا بس شفنا شويه احتكاكات اللي صارت ببعقلين وبعض المناطق، يعني كان في نوع من انه بعد ما في كل الناس لا انا بقول لك في شيء ثاني، هو في شيء اذا بدك حذر على ما يسمى هيدي خصوصيه الجبل انه ما يصير مشاكل وما بتحمل، بس لا انا بقول لك طيب هيدا الشيء حيضر الحراك ولا حيفيد؟ لا بيضروا ولا بيفيدوا لانهم زادوا، لا رح يزيد العدد، الحراك نابس كل الاحزاب لا كلهم، لا كبري عقلك، كل الاحزاب بالحراك الناس هودي بالاخر، يعني انه البطاقه الحزبيه بخليها ببيته الواحد، انا وقت اللي بشوفه حامل علم لبناني ما بيعود يعني لي لمين بينتمي، اخر همي ان شاء الله بيكون بالتيار الوطني الحر، ينزل على الساحه اهلا ان شاء الله بيكون بحزب الله، ليش اول يومين من اللي كانوا يعني اخواننا الشيعه
مش هن جماعة الحزب والحركة نزلوا قبل السحسوح انه هاوهن معروفين. طيب اليوم وفد فرنسي وصل على لبنان، التقى امبارح وليد جنبلاط والتقى رئيس الجمهورية وسيلتقي الرئيس الحالي رئيس بري، شو بدهم الفرنساوية؟ هلا الفرنساوية بيحبوا يلعبوا دور الأم الحنونة على طول، بس إذا الأولاد ولادها للأم الحنونة خلص هن أخذوا القرار إنه ما يردوا على أمهم ويتشبثوا برأيهم، ما فيها تعمل شيء. أنا أصلاً بفضل عدم أي تدخل أجنبي، يعني لا فرنساوي ولا هندي. مرحلة برأيك إنه ولا هندي يعني ولا صيني يعني هلا دارج الصين ولا صيني، إنما الإرادة اللبنانية أصلاً للحلحلة غير موجودة. يعني المشكل اللبناني منه مشكل، إذا بدك يعني إنه اللبنانية عندهم كل النية والفرنساوية عم بيعطلوا أو الأمريكان عم بيعطلوا، مش صحيح. في معركة كبرى في أنا رح أوصف لك المشكل إنه في لبناني معه تذكرة لبنانية عم بيغلب الإرادة الخارجية على المصلحة الوطنية العليا. هيدي بكل بساطة. يعني اليوم شو بيمنع إنه تتألف حكومة التكنوقراط من ذوي الاختصاص النظاف؟ شو بيمنع؟ بيمنع إنه حزب الله ما بده. طيب ما حزب الله يغلب مصلحة. عنده مخاوف. وين مخاوفه؟ إذا قلنا نحن بدنا نعمل حكومة يكون هو خارجها، أول شيء بيكون حقق المطلب الأمريكي. هو مش عايز. جربوها بأول حكومة وما قدر لأنه الرئيس الحريري وقتها أصر على دخول حزب الله. واثنين، مين بيضمن إنه هيدي الحكومة بكرة ولما نحكي عن تكنوقراط وما في مسيسين إنه تاخذ البلد لمحل ثاني؟ يعني والله إذا جابوا دمياينوس قطار، هلا عم نعطي مثل على سبيل المثال يعني مش للتسمية، إذا إنه جورج إرمو دمياينوس قطار وشو بعرفني وجميل جبق رح يروحوا يتآمروا على حزب الله يعني ليقشطوا سلاحه، شو هالحكي هذا؟ شو هالتسخيف للموضوع؟ اليوم نحن بحاجة لإنقاذ، في تايتانيك غرقت وصارت تحت المي، كيف بدنا نعومها؟ بدنا نعمل حكومة مصغرة بانتقالية بمهمات محددة تنتشل البلد لتستعيد أول شيء ثقة الشارع، بترجع بتستعيد ثقة المجتمعين العربي والدولي أصدقاء لبنان، حتى نرجع إذا في عنا سادر نرجع نقدر نمشي، وإذا في عنا مساعدات للجيش نقدر نرجع نجيبهم، وإذا في عنا عقوبات نقدر نحيدها شوي. يعني هذه شغلتها، ما شغلتها لا تروح تعمل معركة على حزب الله لأنه هلأ دميانوس أبطار بده أشتوا سلاحه لحزب الله. شو هالتسخيف للموضوع بس طبعا بسلطة تريد تصفية حسابات إقليمية على حساب لبنان. في أحزاب عملت انتخابات من سنة، ومن سنة هيدي الأحزاب ناس انتخبتها وجددت الولاء لها، بتقلي 45 40 على الأقل في نسبة من هيدي الناس بعدها بتآمن بهيدي الأحزاب بهيدي الطبع. وامبارح فخامة الرئيس حتى قال لو كان في 200 ألف نزلوا على الطريق سكروا الطرقات، بس في 4 مليون ونص بقوا ببيوتهم بدهم يمروا. حتى لو كان القانون أعوج ومركب من قبل هذا الفريق، يعني الفريق اللي جاب الأكترية وربح حاله بحاله لأنه هو ركب قانون على قياسه. هيدي واحد. اثنين، أبدا ما بوافق على موضوع الأرقام إنه في 200 ألف بالشارع وفي 4 ملايين ونص لا بالعكس، وصل العدد لحواله يعني في نهار احد وصل في ما يقدر بمليونين شخص بالشارع من الجنوب للشمال للبقاع الغربي وعلبك الهرمل وزحله وأب الياس وشتوره وعلي وشوف. اوكي، بقى وقت اللي بينزل مليونين زلمه او مليون ونص زلمه، هيدا ما نازل ومنزل معه على كل عائلته. يعني أنا وقت بنزل على الشارع مع عائلتي معي وقاعدي بالبيت، فإذا لا ما حدا يلعب لعبة الأرقام هيدي إنه يعني مطرح ما بدنا منركب الرقم. يعني إذا المظاهرة معنا يعني على طريق قصر بعبدة منعملها مليونية وهي بيكون فيها مثلا 20 ألف، ووقت اللي بتكون مش لصالحنا بنصير نغير الرقم. بس فينا ننكر جمهور هيدي الأحزاب الموجودة؟ أكيد عندها الأحزاب عندها اليوم مجلس النيابة. أكيد عندها جمهور، أكيد عندها جمهور بتمثل، اعتبري نص رأي اللبنانيين على الأقل والنص الثاني موجود بالشارع. طيب السلطة اليوم شغلتها تدير البلد، المعارضة ما لها خصة. يعني هاي نظرية الجنرال عون أساسا، أنه المعارضة اليوم ما شغلتها لا تقول شو الحل ولا تقول شو الخطة. أنا مش مجبور كمعارض أعطيك الحل، أنا مزعوج من إدارتك السياسية يا حضرة السلطة
تشرف عمون معروف عمل لي سياسة بتخدم مصالح الشعب اللبناني. المعارضة بالشارع شغلتها تعارض، ما شغلتها تقترح حلول. هلا كتر خير عم تقترح حلول، يعني لما المعارضة عم تطلع ساعة بيعملوا له مشروع قانون انتخابي، ساعة بيعملوا له لمجلس الوزراء فكرة كيف تنعمل القصة وكيف لازم يكون المحاسبة، هودي المعارضة عم تعملهم عند السلطة، هو أصلا مش شغلتها. شغلة المعارضة تنزل، شغلة المعارضة بالست ام، شغلة المعارضة بالست ام تنزل تقعد بالأرض تحمل علم لبنان وتقول له أنا مش فايل من هون غير ما تحل لي الوضع. هي شغلتها بقت، ما بقى ما عندها، لأنه كمان عم لك قدمت ما عندها وظيفة حلول رافضينها كلها. يعني حتى قانون العفو اللي كان مطلب من مطالب الناس امبارح وقت انطرح على جلسة تشريعية، من نقي أصعب نهار لنمر قانون عفو مفخخ يمكن يطلع الحرمية وما يعفي عن المظلومين. هيدا قانون العفو. نائب ياسين جابر وضح، يعني كان توضيحه انه واضح، حتى وصل لدرجه انه بده يسحب توقيعه، انه مش هيدا الهدف والقانون هو كان موجود، هو بس كان بحاجه لانضباط. انت قلتي سالتيني وجاوبتي حالك. عم اقول لك يعني مش مفخخ. مفخخ ونص. وخلينا نعمل حلقه كامله بجيب لك معي القانون وبقول لك كيف مفخخ ووين مفخخ. مفخخ ونص. يعني هلا كل شيء بدها تقدمه السلطه مرفوض. والدليل انه مفخخ، مفخخ انفجر بوجهن وقال له ما كانوا أجلوا الجلسة. ايه بس ما هو الهدف مش بس انه العفو كان بالتأجيل، ما بدهم حتى هذه هذا المجلس يجتمع، هذا كان مطلب من مطالب الحرام، لانه في قفز فوق الدستور، لانه في اشياء لا دستورية عم بتصير، ومنهم عدم دعوة الى استشارات ومحاولة القفز فوق الاستشارات لتأليف حكومة قبل اجراء الاستشارات. ساعتها بتكون استشارات شكلية صورية دفترية ورقية تلفزيونية، تعوا يعني هو بتصوروا هون بس نحن ركبنا الحكومة قبل. طب شو هيدا دستوري؟ هيك الدستور بيقول؟ لا، دستور ما بيحدد مهلة لرئيس الجمهورية، ما بيلزمه بمهلة، بس إنما ما بيقول له عمل الحكومة، ما اسمه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، يعني اللي بيتكلف هو حضرته بده ينزل على الأرض ويشوف الكتل شو بدها، وعلى أساس رأي الكتل ومطالبتها بحصصها من ضمن احجامها. وين العقد اليوم؟ عند الرئيس الحريري؟ لا، لانه الكل عم يقول اليوم الرئيس الحريري هو اللي عم يتدلل. ابدا مش مزبوط، هو اللي عم يتدلل وعم يعلم الناس مطالب. الزلمه استقال سمع صوت الناس، استقال وقال بالحرف الواحد انه انا بدي حكومه تشبه مطلب الناس. يا اما ما بدي، انه بيكون هو العقد. طيب العقد عند اللي ما عم يقبل، اللي ما عم يقبل بالضروره الملحه. عظيم. الضروره الملحه هي حكومه التكنوكرات. بالتفاوض شو بصير؟ يعني الناس اليوم طالبه السقف الاعلى حكومه تكنوكرات كليا. نعم. وجيجت السلطه كانت بالاول بدها حكومه سياسيه، وصلنا على النص على حكومه تكنو سياسيه. شو يعني تكنو سياسيه؟ اصحاب الاختصاص تفضلوا جيبوا لنا كهرباء، جيبوا لنا حاله. طيب هات لك شو يعني تكنو سياسيه؟ جيبوا لنا وزاره صحه، نموا لنا المستشفيات، وزير تربيه، اتفقنا. طيب هات لقلك شو يعني تكنو سياسي. تكنو بوليتيك، يعني نصهم تكنوكرات والنص الثاني محسوب على الموحدين الاحزاب. عظيم. يعني عن تيار وطني الحر بالسياسيه، ما في التكنو وفي السياسيه، خلينا بالسياسيه. عن تيار وطني الحر جبران باسيل، في يكون غيره، غسان عطله في يكون غيره. عن اسمعيني الحقيني للاخر، عن تيار وطني الحر جبران وغسان محافظ الالقاب، وعن المستقبل محمد شقير وجمال الجراح، وعن التقدم الاشتراكي اكرم شهيب، وعن حزب الله محمد فناش، وهيك لنفتش على التكنوكرات شو عملنا. ما هودي هن ذاتون اللي ناس نزلت عليهم بالشارع. هو حتى هاو هن ذاتون اللي الناس نزلت تطالبهم انه يتم، انه بنروح على توجه الحكومه تكنو سياسيه، بس بنفس الوقت قال انه النايب ما رح يعمل وزير، يعني وزير جبران باسيل، ايه بس وزير وائل ابو فاور، وزير اكرم شهيب، كلهم هول ما حيكونوا موجودين. عظيم. علي حسن خليل. عظيم. الا سويت هاي. ما زمان تاخرت الحكومه 10 اشهر ايام الرئيس سليمان، لانه قالوا السائط ما بيعمل وزير. هلا امبارح قال الرئيس عون النايب ما بيعمل وزير، اوكي؟ بالزمانات اتفقوا انه السائط ما بيعمل وزير. سقط جبران باسيل بالانتخابات. انكسرت القعده. وانكسروا القعده والعيون سهره، اذا بتتشكل حكومه راحت 10 اشهر، وبالاخر بدو يلموا البلد. شو عملوا؟ اضطروا كلهم سوا، كلهم سوا من بيناتهم رئيس الجمهورية، انه يلملموا الموضوع ويعملوا الحكومة بس طبعا يشلوا البلد كرمال لبنان. سائط ما بيعمل وزير، عمل وزير. طيب اليوم النايب ما بيعمل وزير، نوصل
اوكي، اجت الكتل كلفت سعد الحريري. طيب سعد الحريري نايب، كيف ما هو وزير وزراء، بيطلع بيطلع التيار دغري دغري هيك في 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 الجواب الجاهز انه انت رئيس كتله وانا رئيس كتله، انت نايب وانا نايب، انت رئيس حكومي وانا وزير. بس انحكى بهيدا الموضوع، وكان وقتها جواب رئيس الحريري لا انا رئيس حكومه ورئيس جمهوريه ورئيس مجلس. هيدا انا وانت مقتنعين هيك، انا وانت مقتنعين هيك، انا معك انه سعد الحريري يقارن برئيس الحكومه وبرئيس نبيه بري نظرا للموقع الدستوري. صحيح. كمع مع الاسف عم نحكي هون مذاهب، بس انه كممثل للسنه وممثل للشيعة وممثل للموارنة او المسيحيين، هون هيدي النظريه انا بوافق عليها. بس اقنعي اصحاب القرار، انا وياك وصلنا لمرحله اقتنعنا، هن بيقتنعوا انه جبران اهم من سعد الحريري، هن مقتنعين انه سعد الحريري رئيس كتله من 20 نائب، جبران باسيل رئيس كتله من 27 او 28 ما بعرف قد العدد، لانه هلا يعني في انشقاقات واستقالات، بس انه اعتبري 25، المهم انه اكبر كتله. جبران باسيل اليوم يمثل اكبر كتله نيابيه، بكره اذا طلعوا قالوا انه كتله جبران اكبر من كتله لانه رئيس عون، لمح امبارح انه عنده هيدا رئيس كتله، رئيس اكبر كتله هو بيقرر. فاذا طيب اذا قرر اذا ورجع قال رئيس عون قال انه امنياتي ما يكون، طيب اذا امنيتي الرئيس ما يكون واجا رئيس اكبر كتله قال لا بدي يكون لانه انا رئيس اكبر كتله سويتي بسويه سعد الحريري، شو بيصير؟ بنرجع لنفس القصه، يعني ما فينا انه ناخذ الشغله بجمله لا اله، بدنا نسمع الجمله كلها، انا علي يكون موضوعي مثل ما قلت لك انه يعني نعم هون هون نعم كأنك عم نعم الرئيس عون ما قصد اللي فهموه الشباب بالشارع، بس هون كانك عم تقول انه معه حق رئيس الجمهوريه ما يدعي لاستشارات نيابيه قبل ما يتاكد انه في اتفاقات على هذه المواضيع اللي انا وانت عم نطرحها، هي طرف يعني خلينا نتفق عليها والا رايحين بكره على مهل غير مفتوح على تشكيل الحكومه والله اعلم. اسمحي لي اقول لك، اسمحي لي اقول لك انه هذا الحكي منه دستوري، الدستور ما بيقول هيك، الدستور ما بيقول. بس اذا بنحكي بالمنطق السياسي اللي حضرتك عم تحكي ساعتها بنبرر هيدا الشيء. لا الدستور بيقول انه معه مهله مفتوحه ليدعي للاستشارات، يعني منه ملزم بمهله، بس هو بده يدعي للاستشارات، واللي بيقرر كيف شكل الحكومه ومين بيتوزر بقلبها ومين ما بيتوزر هو المكلف بتشكيلها، مش رئيس الجمهور. نحن مش بنظام رئاسي، معلش عم نحكي نحن عم بحاول رئيس الجمهوريه ما في خفف من تشكيل هذه الحكومه على مده زمنيه، ما في يحاول برات الكتاب، بده يحاول من ضمن الكتاب، بده يحاول من ضمن الدستور، ما في يحاول من خارج الدستور. عرفتي كيف؟ خارج الدستور ما فينا نحاول، ما فينا نرتجل، يعني في دستور بيقول لك شو بتعملي شو ما بتعملي، وهي المادة شو بتعمل وهي المادة شو ما بتعمل. ما فينا نحاول من برات الكتاب. هيدا الموجود. طيب رح ارجع للموضوع الفرنسي والمبعوث الفرنسي اليوم، هل فينا نقول انه ممكن اليوم لانه عم حكى حتى انه هو جاي مش بس باسمه الشخصي، كانه عنده توافق دولي انه ما بدنا نخلي لبنان يروح على شيء مجهور، على صوره جهليه، على نجهل الى اين يمكن ان تصل، ومعقول يكون في، وخصوصا انه اليوم يحمل ورقه صدر. طيب شو انه يعني قادر يمون على الاطراف باستعجال تشكيل حكومه سعد الحريري؟ الفرنسي، الموفد الفرنسي. الموفد الفرنسي مشكور انه عم بحاول، بس برجع بقول لك اذا المشكله عنا لا بدنا نرميها عنده، وكانه اذا بكره ما نجح اذا اجى اليوم الفرنسي والله الفرنسي عم بيعطلوا اليوم، هن عم بيقولوا عندهم هواجس، اذا اجى الفرنسي وجوابهم على هيدي الهواجس ما برايك بسهل عمليه التشكيل؟ برايي لا، برايي لا، برايي لا. طيب شو المانع لك؟ المانع انه لازم تتشكل حكومه من ذوي الاختصاص مش من السياسيين، انتقالية لانتشال لبنان. أنا إن لم يكن لك ما تريد، هيدا مثل بتمنى يسمعوه يا ريت بيوصل لمطرح ما لازم يوصل، إن لم يكن لك ما تريد رد ما يكون. إذا كل الكون قرر شكل الحكومة وبقيوا الناس بالشارع رد ما يكون، روح اسمع صوت الناس وعمل مثل ما بدهم لتخلص لبنان، لانه بكره بالتاريخ بعد شوي يلي هو مش صرصار ابدا وبيذكر الشخص بكلمتين، يعني بتقولي بشاره الخوري بيقولوا رجل الاستقلال، بتقولي كمين شمعون بيقولوا بعهده صار في بحبوحه، بتقولي فؤاد شهاب مؤسسات، كلمتين
ما في شيء تاني. ريمو قدي من اين لك هذا؟ ميشيل سليمان مش ظلم كمان الحمد للرئيس عون وعهد الرئيس عون تحقيق لبنان وعلاقات دوليه كويسه من 92 لليوم. اليوم بكره شو بدي اقول؟ من وجهه بال 2005 سلاحه مش فجاه بال 2005 لقينا حزب الله معه سلاح من 2000 من التسعينات لليوم. والله 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 اللي عم اقوله انا بفيده للرئيس عون، والله العظيم بمحبه اللي عم اقوله انا بفيده. السائب المصري بيقولوا ساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب، كل الوقت هيدا اللي عم بضيع، عم بضيع من عداد الولاية الرئاسية، لا عم بضيع، صحيح الناس عم بضيعوا وقتهم ومستقبلهم عم بيروح على الطريق، بس التاريخ ما رح يذكر عن هاو، ولا رح يذكر عن إنه سعد الحريري استقال أو ما استقال، ومين كان، إذا بكرة إذا بتقطي واحد قولي له شو كان اسمه الوزراء بحكومة فؤاد شهاب. حدا بيعرف او اسمي لي شي وزير ايام كمال شمعون؟ ما حدا بيعرف. بيعرفوا شغله مربوطه ب لا براسه الراس الراس ما بيقولوا لا تكن راسا لان الراس كثير الاوجاع، الراس عليه ان يتحمل. راس الدوله اليوم اسمه الجنرال ميشيل عون، الصح عم يتايد له والغلط عم يتايد عليه عم يتسجل عليه. فاذا هو عنده مسؤوليه. لك تفضل استلم شركه مكسوره ومنهوبه ومش معروف شو، وتفضل بسنتين ثلاثه عمول منها اهم شركه. ما فينا كمان هالقد نسخف الامور انه بين ليله وضحاها رئيس العون كان قادر يعمل المستحيل. لا قادر قادر يقول شغله. هلا فتنا على حكومه. انا رح اقول لك انا ما عم بفوت الكهرباء اخذت معنا درس يعني عملنا دفتر شروط ما قدرنا نخلص دفتر شروط. اكثر حدا رياليست اكثر ضيف رياليست واقعي ممكن تلاقيه على البلاتو عندك هو انا. قد ما في حدا واقعي ورح احكيكي بكل واقعيه، كيف ما بيقدر يقول انه انا بدي اعمل حكومه من ذوي الاختصاص وما بمضيها الا هيك والقلم بايدي، وشوفي اذا الشارع اللي ما بيكون ضده بيصير معه، شو هالحكي هي؟ نحن ما عم نطلب منه، لا عم اقول له انا بكره يعمل فرقه من التيار تروح تقشط حزب الله سلاحه. ما حدا طلب هيك. نحن عم نقول في دستور عطاك صلاحيات، واحدى هذه الصلاحيات انه التوقيع على الحكومه بايدك، يعني مثل ما رئيس المكلف مين ما كان يكون اللي بيتسمى بده يروح يشكل الحكومه، بالاخر بده يجيب هالتشكيله ويطلع فيها على قصر بعبده عند رئيس الجمهوريه ويقول له هذه التشكيله. رئيس الجمهوريه بالدستور في يرفض، في له هي ما بمضي عليها انا، هيدا الوزير ما بيعجبني، وهيدا شو بعرفني ما برتاح له، وهيدا ما بدي اياه، وهيدا بيستفزني، في يخربط له كل التشكيله لرئيس الحكومه. ما تفكري يعني لا هي بايد رئيس الحكومه وحده ولا هي بايد رئيس الجمهوريه وحده، في تنسيق. اول شيء قبل الاستشارات الملزمه من الخطا دستوريا انه نروح نجرب نشكل حكومه مثل عم بيصير هلا، هيدا خطا. طبعا نقول شيء ثاني، مش اول مره بتتاخر التشكيلات الاستشارات هالقد. هاي اول مره لا صايره قبل. نو صايره. برضه بال 2005 عم تسال اللي بيعرف. بال 2005 عم تسال اللي بيعرف. تحددت مؤخره جمعه يعني ايام الرئيس سليمان قال انه انا بعد اسبوع راح اعمل استشاره. بال 2005 صار. وبال 2005 كان ظرف اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ظرف كبير. تأخر اليوم بظرف كمان قد مش هالقد. لا اليوم عندنا رئيس جمهوريه ورئيس مجلس، ما في الحمد لله انه ما في اغتيال كبير. لا بالعكس الوضع احسن بكثير. وقتها كان 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 كنا كنا على مفترق طرق كبير غير هلا، وانفجارات واغتيالات وما بيعرف امتين الشخص اذا بيظهر من بيته بيرجع بيته. لا ما فينا نقارن هالقد. وبرضه صارت اليوم عم اقول لك انا من الخطا الدستوري تاليف الحكومه قبل الاستشارات، لكن الصح انه رئيس الجمهوريه له اليد العليا بالاخر اذا بوافق او ما بوافق. يعني اذا الناس كلفت سعد الحريري واذا جاب له احلى تشكيله وهو هيك لمزاجه ما عجبته باردون بس تقول لك بردها بقول له هي ما بمضي عليها. فاذا وقت اللي بيقول انا ما بمضي الا على حكومه نظيفه، هو بشر الرئيس عون بشر عظيم. روحوا عملوا احلى انظف ناس واحلى ناس من ذوي الاختصاص، واكيد هودي عندهم انتماء. ما حدا كمان يخبرك انه كل وزير بيجي بالاخر ما عنده ميوله الحزبيه يلي، ومش بالضروري يكون معه بطاقه، بس ما عنده ميول سياسيه انه انا اقرب لسعد الحريري، لا اقرب للقوات، لا اقرب كل واحد عنده ناس بيشبهوا اكثر من غيرهم يعني. طيب لما رئيس الجمهوريه يعني حكى امبارح وقال بموضوع الاستشارات انه
وكأنه اللي عم تحكي أنت هلا كأنه حصرنا التشكيل بس بفخامة الرئيس وبرئيس الحريري، علما أنه لما رحنا نحن بعد الطائف لحكومة توافقية وتشاركية وديمقراطية توافقية، وصلت حياتي انتقلت من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة إلى مجلس الوزراء مجتمعا، فبالتالي كل الناس بدها تشارك. واللي قالوا امبارح فخامة الرئيس انه اليوم حزب الله معه ثلث الشعب اللبناني، وليه كبرنا الحجر لكان قبل ما زال معه ثلث الشعب اللبناني، ما كمان ما قلنا حق ناخذ بهواش سوء، اذا هو بده يشارك بالحكومه نقول له لا ممنوع تشارك بالحكومه تفضل اقعد برا، لانه انا ما قلنا قررنا انه تقعد برا. بالعكس ما حدا قال، شفتي ما هيدا مش انت بس هيدا اذا انت عم تعملي محامي الشيطان عم تنقلي افكار هي خارج السياق. مع احترامي لإلك وانت شغلتك عم تعمليها اليوم، ما حدا قال لحزب الله انت ما بدك تتمثل بالحكومة. اللي عم ينقال لحزب الله انه خلينا نشارك بحكومة من ذوي الاختصاص، واكيد انت فيك تسمي، لانه ما رح يتسمى. هو جميل جابها، هو بحد ذاته تجربة عظيم فلتتكرر هذه التجربة. وزير عظيم وبجنن، وبالقليلة منه نايب، يعني بينطبق علي نظرية التكنوقراط الكريتيريا اللي حطه الرئيس ميشيل عون بينطبق عليه، منه نايب وتكنوقراط حكيم وزير صحة وسمعته منيحة، شو المطلوب أحلى من هيك؟ هيدا وبيمثل حزب الله خير تمثيل 24 إيران. ما هيدا عم بيطالبوا فيه لما نحكوا عن تمثيل سياسي، هيدا عم بيطالبوا فيه. لا هيدا مش سياسي، تمثيل سياسي يعني بيكون عم يقصده الوزير محمد فنيش من أعضاء الحزب نعم. هيدا اللي هو وين رايحين هلا؟ يعني بالأول بلشت قلت لي منك شوي متشائم وان شاء الله ما نوصل لمحل اسوء. متشائم لانه بعرف العقليات. خلينا نحكي ريمان متشائم لانه بعرف العقليات، لان انا بعرف كل واحد منهم كيف بيفكر، تقريبا بعرف انه كل واحد منهم كيف بيفكر وكيف بيتصلب وكيف وقت بيقتنع انه هو معه حق والناس يعني على غلط. اذا من كل هول ما تعلمنا شيء من التجارب لهلا نطبقهم، مؤسف انه عندنا ذاكره السمكه، ذاكره الناس قصيره كثير. بس بعد في يعني في بعض الشخصيات يعني لما نقول عنه صمام امان او لما كمان هو اللي ما فينا هو لازم نعطيه دول. انا برايي صمام الامان عم تحكي عنه لازم ينعطوا فرصه. برجع بكرر اللي قلته انه يكون عندنا مجموعه وزاريه ناس نضاف مرتبين، مش نواب، مش حملت بطاقات حزبيه، اكيد عنده الميول السياسي وما بدنا نكذب على حدا. يفوتوا على مجلس الوزراء بدون سيلولاراتهم مثل ما انت هلا بتسكروا سيلولار مثل ما لازم تسكري سيلولاري، بيسكروا تليفوناتهم حتى ما حدا يعطيهم تعليمات شو بيعملوا وشو ما بيعملوا وعلى شو بيقبلوا وشو ما بيقبلوا. خلي يكون زعيمهم هو ضميرهم بقلب مجلس الوزراء. وقت الواحد بيكون زعيمه ضميره بيشتغل صح. هل قد مهمتهم سهلة؟ هل قد هذه الحكومة قادرة؟ لأنه شو عندها شغلة هي الحكومة؟ شو عندها يعني؟ لا عم أقول لك جاي، لا عم أقول لك مستلمة بلد مهتم بكل شيء، ما عم أقول لك جاي تقشط سلاح حزب الله، لا عم بحكي هلا أخي، ولا عم أقول لك جاي تجهز إذا بدك جيوش مقاتلة أو تعمل حرب عصابات مع إسرائيل. جبنا أهم خبير بيئة بلبنان، عظيم، خريج أهم جامعات العالم، نعم، واستلم وزارة البيئة، نعم، قادر هيدا الوزير بين ليلي وضحاها على الاقل بسنه يعطينا حلول عجزوا عنا، مع انه الحلول كانت كل الناس كل يوم حكما قادر، حكما قادر، جبنا خبرة ليوم الخبرة وعطيت حكما قادر اذا قرروا اباطرة يعني السياسة. يعني المشكلة وين؟ بالسياسة، بالقرار السياسي. اذا قرروا اباطرة السياسة، اباطرة السياسة اذا قرروا ينقذوا لبنان، يعني اذا قرروا بس على سنتين ما يمدوا ايدهم على الخزينة او ما يحلموا بكوميسيونات او ما يقولوا انه بكل صفقه هيدي بتمشي وهي ما بتمشي لانه بيطلع لنا عليها. وكمان اون باراليل في شيء مطروح من زمان انه في حل ثاني مع مجلس الوزراء التكنوقراط، فيهم يعملوا طاوله حوار اللي وعد فيها الرئيس عون، بينعمل طاوله حوار تبحث بالامور الكبرى مثل الاستراتيجيه الدفاعيه. هلا هي منا يعني منه حل دستوري منه حل دستوري بيور، بس هو حل معتمد يعني انه بيقدر رئيس الجمهوريه اون باراليل مع هيدا المجلس التكنوقراط بيقدر يعمل بالشهر مره طاوله حوار برئاسته رئيس الجمهوريه بقصر بعبده، بيجيب عليها ممثل عن حزب الله، ممثل عن القوات اللبنانيه، ممثل عن تيار المستقبل، وممثل عن المجتمع المدني، بشارة بنتائج طاولات الحوار. ليش بالعكس؟ وقال بخطاب القسم انه بده يعمل استراتيجيه دفاعيه
يطرحوا هذه الاستراتيجية، ساعتها بتعطي ثقة المجتمع الدولي خطوتين بيعطيك ثقة، والناس بالشارع ما بدك والله الناس طيبة، والله العظيم انه هيدول الناس ما في شيء بقلبهم. عم قلك سعد الحريري قبل الظهر كان شيء، ووقت الاستقال بعد الظهر تغيرت رأي الناس فيه. هالقد الناس ما بدها شيء، هالقد مسهلة، هالقد قادرة الناس الناس مسهلة كتير، الناس تعبانة كتير، بس البسمة على وجهها والطيبة موجودة والخميرة نظيفة. وعي وعي تفكري هاو أشرار بالشارع، هودي أحلى ناس، هودي ناس لو منهم هالقد منيح ما طولوا بالهم 30 سنة على سياسات عوجة وصلت إلى ما وصلنا إليه. وهلأ إذا بدك نكبت أو طاف الكوب وصار اللي صار. أبدا هاو الناس لو منهم أشرار كانوا من أول يوم طلعوا علقوا مشاني من 30 سنة. هودي أوادم ونضاف وطيبين، هودي خطوتان إيجابيات بيطلعوا من الشارع وبترجع الحياة إلى طبيعتها وبيرجع الانتظام العام للمؤسسات. بس كمان هالمؤسسات لازم تعرف إنه الحرامي تنقطش إيده، مش ضروري بالفراعة تنقطش إيده، يعني بتنكف إيده. مطالب المشروع وتظاهر ورئيس الحريري لبى أول مطلب من مطالبه الموضوع استقالة الحكومة، بس ما الرئيس امبارح قال لهم انه انتم صرتوا عم تعطلوا البلد وعم تقطعوا السيارات وعم تقطعوا الطرقات على الناس توصل على اشغالها، وقفتوا الدوره الاقتصاديه. لي مع احترامي للرئيس، ليش عم نحاكي النتيجه وعم نفتش على السبب؟ فتش على السبب، هودي النتيجه، هاو نتيجه، الناس بالشارع هي نتيجه. شو السبب؟ خلينا نعالج السبب. ليش بدنا نروح نتنمرد على النتيجه؟ ليش بدنا نروح شو بعرفني هذا الشاب اللي قوس امبارح، هذا الازعر اللي قوس على 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 هذا نتيجه. بس خلينا نفتش على السبب، خلينا نفتش على السبب، ليش وصلنا لهون؟ ليش انت مستعد تنزل تنامي بالشارع انشتت وشوبت وطافت الدنيا وشتت وحال انت عم تقولي ما بنزل ما بقوم من طب ليه؟ ليه حدا بيترك فرشته وبينزل بينام على الطريق؟ حدا بيترك سهرته نهار السبت وبينزل بيسهر بساحة الشهداء تحت السماء الزرقاء وشوب وفطيس وشتي ووحل وما بعرف شو؟ كيف هي؟ كيف؟ مش معقول نهار الأحد أحلى شيء واحد يدور يطلع على الجبل يقضي نهار حلو، عم ينزربوا الناس تحت بس تيقولوا إنه خلينا نشارك بتغيير صورة لبنان. يعني معتبرين يمكن آخر فرصة ممكن يحصل عليها؟ أكيد هي، ما هي آخر فرصة، اوعي تفكري إنه في غيرها، وإذا ما صارت الوضع بيروح للأسوأ مع الأسف. أستاذ بشارة خير، أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. على أمل معنا. على أمل يتحسن الوضع، على أمل السلطة تستجيب لمطالب الفقراء إن شاء الله. شكرا لوجودك. شكرا لك. نحن لحظات ونعود لنتابع.